هذه صورة صاروخ كروز الإيراني الذي تعطل في إطلاقه من طرف عناصر المقاومة الإسلامية العراقية التي تعتبرها أمريكا كتائب حزب الله العراقي، ولم تتوانى في ضرب قائد من قادة الحشد الشعبي في مبنى لوزارة الداخلية. وكشفت المصادر عن حريق اليوم في حيفا في إحدى الأهداف التي سبق أن قصفت، وقد اعترف التنظيم أخيرا بإطلاق كروز على هدف هام في حيفا يوم الثالث من هذا الشهر. وتبنى البنتاغون مقتل القيادي مشتاق طالب السعيدي من حركة النجباء، زاعما أنه كان ضالعا في التخطيط لهجمات، وذلك على الساعة 12 ظهرا بتوقيت العراق من الثالث من يناير ضد أبو تقوى كنية القائد. وأكد البنتاغون أن الضربة أدت إلى استشهاد أبو تقوى وعنصر آخر، قبل أن تؤكد الحركة استشهاد مسؤولها العسكري بالمقر شرق بغداد. وحركة النجباء هي التي تمثل اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. حريق اليوم في حيفا، كل وسائل التواصل الاجتماعي في حيفا تؤكد عن إصابة في هدف هام تابع للجيش الإسرائيلي وللوجستيك على وجه دقيق. وأكدت المقاومة الإسلامية العراقية أنها استهدفت حيفا حقيقة، لكن قبل أيام، أي يوم الثالث من هذا الشهر. وهنا يطرح سؤال: هل استهدفت في ذاك اليوم ولم تستهدف الآن، أم أن الوضع يدفع إلى طرح سؤال آخر: هل هناك كروز جديد وصل، أم أن حادثا ما وقع؟ هناك على الأقل خمس ملاحظات. الملاحظة الأساسية الأولى أن حيفا لم تذكر على سلم أولوياتي وأهدافي النجباء أو أي فصيل عراقي، حزب الله العراقي أو أي فصيل آخر من الحشد الشعبي تحت عنوان المقاومة الإسلامية العراقية في قصفها لحيفا، وقد تبنت في وقت سابق قصف إيلات أكثر من مرة. لهذا فهناك اليوم على الأقل هدف مركزي في حيفا وآخر في إيلات. فالمقاومة العراقية أخذت على نفسها أن تقصف إيلات في الوقت الذي لم تصل فيه الدرونات أو الصواريخ الباليستية بعد إطلاقها إلى إيلات انطلاقا من اليمن، لأن الوصول إلى هذه المنطقة كان واضحا أن على الأقل فيه درون صور من طرف الساكنة، لكن بالنسبة لبعض الدرونات الأخرى التي أسقطت في دهب المصرية أو أخرى من البحر أو تباري كل من السفن الحربية الأمريكية والبوارج والمدمرات البريطانية الفرنسية والأمريكية من أجل إسقاط الصواريخ والدرونات المنطلقة من اليمن. إذن لدينا نقطتين خصوصا بالنسبة للحالة التي وقعت بشكل تبادلي بين اليمن وما بين العراق في قصف إيلات. لكن هناك نقطة مركزية: قصف حيفا. إذن كان العراقيون يقصفون أولا عين الأسد وغيرها وأربيل كل القواعد الأمريكية في العراق والقواعد الأمريكية في سوريا، لأنها امتداد غير شرعي لهذه القواعد انطلاقا من العراق. وإن لم يكن هناك قاعدة في العراق فستموت بالضرورة أي قاعدة في سوريا. وهذا الربط على صعيد بلاد الرافدين ربط استراتيجي واضح جدا، لأن أهم القواعد هي في العراق.
فماذا اختار العراقي؟ اختار الضربات الموجعة خصوصا ضد أربيل، القاعدة الأهم، ثم ثانيا عين الأسد، وبعدها القواعد الأمريكية كلها في سوريا، وهناك الخطوة الأساسية التي اتجهت مباشرة إلى حيفا على صعيد ماذا؟ على صعيد الأهداف العسكرية التي مست سنتكم بشكل مباشر. وهناك أيضا هذا الوضع بالنسبة لإيلات بتغطية النيران الموجهة من اليمن تجاه إيلات. إذا لدينا هذه النقطة المحورية الثانية. النقطة الثالثة، ما بعد هذه الصورة التي نشرت عبر موقع سنتكم يوم 3 يناير، وتأكيد أن كروز الذي يطلق على إسرائيل إيراني. إذن الأمر هنا أصبحت إيران جزءا من هذا الوضع الذي يزيد فيه الضغط على طهران. وهنا كان لابد من التذكير بشيئين، أن هذه الصواريخ سلمت حقيقة للعراقيين، وهم بنظرتهم قاموا بما يجب القيام به. لذلك فبالنسبة للصواريخ الإيرانية قد تجعل من الضغط الأمريكي على إيران من أجل عدم تسليم صواريخ كروز إلى الحشد الشعبي جزءا لا يتجزأ من الضغوط الإقليمية الجارية، وأيضا بالنسبة للوساطات في هذا الصدد. المسألة الأخرى والأكثر أهمية، أن الكروز الآن العراقي أيا كان تصنيعه في إيران أو بنفس التكنولوجيا الإيرانية في الأرض العراقية، أيا كان الحال، فإن هذا الكروز يستهدف مباشرة إسرائيل. ولذلك فحيفا التي يغطيها العراقي، لأن هناك إجراء على الأقل حدودي في الحرب، أو على الأقل ما نسميه من 5 كيلومترات إلى 7 كيلومترات إلى حدود 10 كيلومترات. هذا على صعيد الحدود في الإسناد الذي قام به حزب الله لغزة ولفصائلها المقاومة. ما الذي حدث؟ ما بعد حيفا؟ حيفا وما بعد حيفا غطاه مباشرة الكروز الإيراني عبر إطلاق عراقي على الأقل حسب الزعم الأمريكي. لكن على العموم تكنولوجيا مؤكدة أنها إيرانية، ولكن الأمر هل صنع على الأرض العراقية وبالتكنولوجيا الإيرانية؟ الأمر اليوم يثبت عندما ننظر مباشرة إلى بعض المصانع التي في غزة، فالتكنولوجيا فيها الصاروخية تكنولوجيا نقل تكنولوجيا إيرانية. لذلك نقل التكنولوجيا والتصنيع على الأرض العراقية هذا الذي يخيف الأمريكي. كان يمكن أن يقول على نموذج الإيراني، ولكن من صنع؟ هذا هو السؤال. هل العراقيون بدأوا في التصنيع؟ هذه هي الملاحظة الأخيرة التي تقلق بشكل كبير الأمريكي. وعلى العموم الآن، فإن استهداف حيفا انطلاقا من العراق هو الجزء الهام في هذه القصة. فهل كان الإطلاق اليوم من العراق؟ قد لا يكون من العراق، إنما من منطقة أخرى. وعلى العموم فإن هناك حالة إصابة في حيفا، والآن الفصيل العراقي يقول أنه أطلق قبل أيام، يعني أن اليوم لم يطلق. فمن أطلق هذه الصواريخ إذن ونجحت في الوصول إلى حيفا وإلى ضرب هدف عسكري على الأقل في حيفا؟ هذا هو التطور الذي يجعل من جهة ثانية نرى الأمريكي إلى جانب الإسرائيلي في عمليات مباشرة داخل الأراضي السورية، وتحاول أن تقصف إسرائيل الوجود العراقي في هذه الفصائل. هذا كان مهما جدا، أن هناك استهداف الآن بعد الإيراني
استهداف كل المصالح الإيرانية على الأرض السورية، الآن أضيف إليها التواجد كل الكتائب العراقية على الأرض السورية. هنا نطرح سؤال مباشر لكشف اللغز، أن الكروز الذي ضرب في حيفا هو الذي ضرب في الجولان، لذلك فالجولان فتحت عبر الصواريخ العراقية. اليوم هذه الجبهة فتحت عبر صواريخ كروز الإيرانية المتجهة من العراق إلى ضرب الجولان. هذا معناه أن الكروز الموجه إلى حيفا قد يكون ضمن حزمة الإطلاقات التي أنجزت في وقت سابق وتواصلت، يعني أن فتح الجبهة قد يكون البيان والتسريب له وجهين. الوجه الأول عدم إعطاء ما قاله الأمريكي الثقل ومحاولة جلب إيران إلى المربع الصغير، هذا كان مهما. ثانيا أن هناك حالة الإطلاق تمت، ويمكن أن يقرأ التسريب على أساس أنها ليست المرة الأولى، أن هذه جبهة مفتوحة منذ أيام، يعني أن قصف حيفا كان منذ 3 يناير عبر الكروز وأيضا باتجاه الجولان. إذن كل هذا يحاول معه العراقي خلق قواعد اشتباك أخرى إقليمية، والصواريخ العراقية تصل الآن إلى حيفا وإلى الجولان وتضرب جميع القواعد الأمريكية في سوريا وفي العراق. هذا معناه أن الوضعية القادمة ستكون وضعية على الأقل سلبية للغاية، لأن الوجود الأمريكي سيكون إلى حدود اللحظة في حيص بيص حقيقي، لأن الأمر كله يتعلق بمساندة غزة، بمحاولة الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة. ولكن في نفس الآن هناك تصور آخر لقواعد الاشتباك القادمة، حيث أن استهداف حيفا من العراق هذا يشكل في نظري على الأقل الأمريكي والإسرائيلي تغييرا في مستويات عدة. هذا يكشف إلى أبعد مدى أننا أمام العراق الذي فتح أغلب الجبهات الآن ضد إسرائيل في إيلات وحيفا، ضد العراق في الجولان. إذن أمامنا هذا الفهم الجيوسياسي لجعل التحالف الأمريكي الإسرائيلي تحالفا يمكن قصفه وأيضا استهدافه، ما دام أن الاحتلال في الحالتين لا يختلف، فالأمريكي يحتل العراق بهذه القواعد ويحتل سوريا بهذه القواعد، والإسرائيل تحتل الأراضي العربية وهكذا. فوضعية العراقي إن كانت مفتوحة على مثل هذا التصور، فهذا يعني خلط الورقة الأمريكية بالإسرائيلية من جهة أولى. هذا يفيد أيضا الإسرائيلي لجعل الاحتلالات واحدة، بمعنى أنه سيستمر محتلا لأن أمريكا تحتل أغلب الشرق الأوسط عبر قواعدها، وفي نفس الآن هذا يعني توحيد مسار طرد القواعد الأمريكية في إطار التحرير الجاري الآن، تحرير الأرض وتحرير الأوطان من القواعد الأمريكية. هذا كله يجعل أمريكا وإسرائيل تدفعان في شباك واحد، تدفعان الثمن في شباك واحد، هو المزيد من المقاومة في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي غزة وهي تاجها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.